اهلا بحضراتكم مشاهدينا الكرام متابعي قناه النيل الاخبار في كل مكان وتحديدا برنامج تكنو نايل. بنتعرف سويا على اخر المستجدات على الساحه التكنولوجيه من خلال بقى وسائل التواصل الاجتماعي، وسائل التكنولوجيا الحديثه المختلفه، كل ما لها وكل ايضا ما يستجد في هذه الساحه. لكن طبعا هيكون موضوع حوارنا النهارده الرئيسي في هذه الحلقه عن فريق بحثي جديد، فريق مصري وعدد من الباحثين اللي بيتكلموا دايما ودايما مهمومين بالبحث العلمي المصري وبالتوصل للجديد دايما فيه. لكن هيكون معانا ضيفنا النهارده باحث مصري، هنتكلم عن موضوع جديد ليه علاقه بصناعه الفلاتر او الفلاتر اللي بتساعد على التعافي للأطقم الطبية لكل ما له علاقة بفيروس كورونا المستجد. لكن قبل ما نبدأ حلقتنا طبعا زي ما متعودين مع حضراتكم كل أسبوع بيكون في جولة من مجموعة من الأخبار المتعلقة بالتكنولوجيا والوسائل التكنولوجية المختلفة والمتنوعة وتأثيرها وما يستجد على الساحة التكنولوجية، وهذا تقرير من إعداد الزميل أحمد صبيح. نتابعه وبعد الفاصل نبدأ حلقتنا. أعلنت شركة ألمانية عن هاتف جديد يعتبر الهاتف الذكي الأول في العالم المصنع من ألياف الكربون، ويعني هذا أن الغلاف الخارجية للهاتف يوفر السلامة الهيكلية مع عدم وجود دعامات داخلية، الأمر الذي يجعل الهاتف خفيفا جدا. وبالرغم من كل خصائصها الرائعة فإن ألياف الكربون لها جانب سلبي كبير عند استخدامها في الهواتف الذكية، وتحجب ألياف الكربون الموجات الراديوية، وهذا هو السبب في أننا نراها تستخدم بشكل ضئيل. لكن فريق الشركة قضى سنوات في العمل على هذه المشكلة وقاموا بحلها، ويعمل الهاتف بنظام أندرويد 10 لكن تحديث أندرويد 11 قادم في الربع الثاني من العام. ويحتوي الهاتف على بطارية بسعة 3000 ملي أمبير يمكن شحنها حتى 50% في نصف ساعة. وبالنسبة للكاميرا يتضمن الجهاز كاميرا خلفية مزدوجة بدقة 16 ميجا بكسل. عرضت شركة الطيران الكهربائي جوبي إيفييشن اللقطات الأولى لطائراتها الكهربائية أثناء الطيران، وتحتوي الطائرة الكهربائية على 6 مراوح و5 مقاعد بما في ذلك الطيار. ويظهر الفيديو أن الطائرة الجديدة تقلع عموديا مثل طائرة الهليكوبتر، ومن ثم تتنقل إلى الطيران الأمامي باستخدام المراوح المائلة. وتقول الشركة إنها يمكن أن تصل إلى سرعة قصوى تبلغ 200 ميل في الساعة، وتقطع مسافة 150 ميلا بشحنة واحدة، وهي أهدأ 100 مرة من الطائرات التقليدية. وتوضح الشركة أنها تهدف إلى توسيع نطاق خدمة التاكسي الجوي بحلول عام 2024، وتتوقع أن تبلغ تكلفة تصنيع كل طائرة 1.3 مليون دولار، مع إمكانية تقليل هذا المبلغ بمقدار النصف في المستقبل. تريد منصة إنستغرام أن يستخدم المزيد من الأشخاص البث المباشر في وقت واحد، لذلك أطلقت ميزة Live Rooms. وتسمح هذه الميزة التي ستكون متاحة عالميا لأربعة أشخاص بالدردشة المرئية في بث مباشر، بينما كانت في السابق تسمح للمستخدم بالبث المباشر مع شخص آخر فقط على غرار فيسبوك لايف. وتقول الشركة إنها تأمل في أن تفتح لايف رومز المزيد من الفرص الإبداعية فيما يتعلق بالبث المباشر للسماح بأشياء مثل البرامج الحوارية المباشرة والأسئلة والأجوبة الموسعة أو المقابلات والجلسات الموسيقية وتجارب التسوق المباشر والمزيد. وبالإضافة إلى القدرة على البث المباشر مع المزيد من الأشخاص، تشرح إنستغرام أيضا كيف يمكن للميزة الجديدة أن تساعد المبدعين في كسب المزيد من المال.
أطلقت مجموعة البحث والتطوير الداخلية ضمن شركة فيسبوك المسمى NBA Team تطبيقها التجريبي التالي المسمى بارز، ويتيح التطبيق لمغني راب إنشاء ومشاركة موسيقى راب الخاصة بهم باستخدام الإيقاعات الاحترافية عبر مقاطع فيديو مدتها 60 ثانية. ويعتبر هذا التطبيق الثاني الذي تطلقه مجموعة NBA Team في مجال الموسيقى بعد ظهور تطبيق الفيديو الموسيقي كولاب. وبينما يركز كولاب على صنع الموسيقى مع الآخرين عبر الإنترنت، فإن بارز يستهدف بدلا من ذلك مغني راب المحتملين الذين يتطلعون إلى إنشاء مقاطع فيديو خاصة بهم ومشاركتها، ويختار المستخدمون ضمن التطبيق من بين مئات الإيقاعات الاحترافية، ومن ثم يكتبون كلماتهم الخاصة ويسجلون مقطع فيديو. وتقول فيسبوك إنها تتجه إلى فتح الوصول إلى دعوات بارز على دفعات بدءا من الولايات المتحدة، ويتم الإعلان عن التحديثات والأخبار حول الدعوات في الوقت نفسه عبر منصة إنستغرام. رجعنا ليكم مشاهدينا الكرام بعد ما تابعنا هذا التقرير اللي برصد لكل ما له علاقة بوسائل التكنولوجيا المختلفة والمستجد عليها على الساحة العالمية من خلال هذا التقرير. لكن زي ما بنتكلم دايما عن تفاصيل ليها علاقة بإزاي نقدر نواجه الأمراض والأوبئة، في مجموعة من العلماء ومجموعة أيضا من الباحثين والمهتمين بوسائل التواصل وبالسوشيال ميديا عموما اتكلموا عن أنه في مواجهة من الناطقين بغير اللغة العربية، في صعوبة شوية في مهارات البحث عن المعلومات الرئيسية والمعلومات الأساسية عن كورونا بقى، سواء من منظمة الصحة العالمية أو من المنظمات الأخرى اللي ليها علاقة بالموضوع. طيب الموضوع زي ما كانوا بيتكلموا زمان عن تعريب الطب وتعريب المواد العلمية الكبيرة، لأنه دايما المراجع الكبيرة والمهمة واللي فيها العلوم الأساسية والعلوم الحياتية بنلاقيها في أمهات الكتب باللغة الإنجليزية، وده كان بيأخذ على عاتق الباحثين وكبار الباحثين مجموعة من الشواهد الجديدة. الذكاء الاصطناعي ودخوله على الخط ودوره في محاولة تذليل كل العقبات اللي ممكن تقابلنا في الوقت الحالي بأصبح ليها الدور الأهم والدور الأكبر، وده اللي هنتكلم فيه دلوقتي مع ضيفنا الكريم عبر سكايب الأستاذ المهندس أحمد محمود مؤسس مبادرة نميسة ده لمواجهة كورونا، وكمان هيكلمنا عن إزاي نقدر نسأل نميسة إزاي نقدر نشوف المعلومات الصحيحة عن كورونا وعن كل ما له علاقة بهذا الموضوع. مهندس أحمد مساء الخير وأهلا بحضرتك على شاشة نيل أخبار. أهلا بك يا فندم، مساء النور. أهلا بحضرتك. لو بنتكلم الأول إزاي عن فكرة الفكرة نفسها، وإزاي في ناس كتيرة كانت بتقابل صعوبة كتير وصعوبة كبيرة جدا في الحصول على المعلومات الرئيسية عن المعلومات اللي نقدر نقول كده الغير مزورة، معلومات سليمة 100%، معلومات بيتم تداولها على نطاق واسع ومعترف بيها من كل المؤسسات والمنظمات الدولية طبعا على رأسها منظمة الصحة العالمية. أسأل حضرتك في البداية باشمهندس أحمد عن فكرة المبادرة اسأل نميسة جات لحضرتك إزاي، وإزاي قدرتوا الفكرة تعمم ونقدر نشوفها واقع ملموس. شكرا ليك فندم الأول على الاستضافة. أهلا بحضرتك. هي الفكرة إحنا كان وقتها يمكن في الموجة الأولانية أو المظهر خالص فيروس كورونا، كانت الشائعات عمالة تنتشر بوجه يعني كبير جدا بين الناس على السوشيال ميديا، واحنا اصلا شركه ذكاء اصطناعي وبصينا على المعلومات اللي موجوده على مواقع يعني منظمه الصحه العالميه او موقع وزاره الصحه، ولقينا ان هي طبعا هي معلومات سليمه وممتازه، ولكن بيبقى صعب على خلينا نقول جموع الناس ان هو يدوروا على الاسئله يعني اجابات للاسئله اللي هم محتاجينها من جوه المواقع الكبيره دي. نعم. فاستخدمنا الذكاء الاصطناعي والتكنولوجي اللي موجودة عندنا في ان احنا عملنا عليها برنامج بياخد المعلومات من فقط من يا اما وزارة الصحة يا اما من منظمة الصحة العالمية. نعم. وشغلناه على الفيسبوك، عملنا صفحة اسمها اسألنا ميسا، والمستخدمين يقدروا يتكلموا معها باللهجة العامية المصرية او بالانجليزية لو حابين، وكمان موجودة على واتساب بحيث تسهل على أي حد الحصول على المعلومة دي، وبيسأل السؤال بطريقته بلهجته المصرية العادية جدا، وهي بتدور في المعلومات اللي عندها اللي تم توثيقها وبترد على سؤاله ده.
طب احنا بنوصل في نهاية الأمر إن احنا بنستخدم الذكاء الاصطناعي وهو اللي بيذلل العقبات الحقيقية اللي بنشوفها، وده كمان شفناه في آخر مؤتمر شباب العالم في ديسمبر 2019 في شرم الشيخ، وكان طبعا شفنا الروبوت صوفيا، وشوفنا كمان قد ايه الذكاء الاصطناعي اصبح متداخل في حياتنا كلها. باشمهندس احمد، لو حابب اسالك عن يعني فكره استخدام الذكاء الاصطناعي لمساعدتنا في امورنا الحياتيه المختلفه. المبادره طبعا في جوهرها مبادره عظيمه ومبادره مهمه لانها بتسهل كتير. ايه الاهداف بقى اللي احنا بنتابعها ومنتظرينها كمان من هذه المبادره، وايضا من تسجيل واستخدام الذكاء الاصطناعي في حياتنا اليوميه؟ طبعا هو الذكاء الاصطناعي يعني موضوع كبير جدا في العلم، يعني يمكن اللي عملناه في نميسة جزء منه، ولكن في حاجات تانية كتير ممكن تساعدنا في كافة المجالات. من ناحية خدمة نميسة، هي ابتدت اوريدي كان بتقدم خدمات تانية للناس اللي عندهم يعني بيقولوا ان عندهم يعني اعراض او حاجة زي كده، بتوجههم للارقام بتاعت وزارة الصحة، او اللي منهم بيطلب انه يسأل على دكاترة بتوصله للمستشفيات اللي بتقدم الخدمة دي. فابتدت شوية تاخد الموضوع اكتر شوية انها تساعد الناس انها توصل للمساعدة اللي محتاجينها بناء على حالتهم. المجال نفسه في الذكاء الاصطناعي بيتدخل في حاجات كتير بقى، وحسب المجال اللي داخل فيه، سواء كان حاجة زي الكمبيوتر فيجن، فيقدر يتعرف حالة شخص بالصورة او بالصوت، يقدر من صوت الانسان يقدر يحدد حاجات كتير، يقدر من خلال الكلام بتاعه يقدر يحلله ويقدر يعمل له بروفايل ويساعده بطريقة أحسن في المجال الصحي لو هو عنده بروفايل لي. ويعني ده كده بس في المجال الصحي. في مجالات تانية كتير، بما أننا بنقدر بنواجه كم كبير من الشائعات وبنواجه كم كبير من المعلومات المغلوطة، ووسائل التواصل الاجتماعي معروفة بالزخم ده كله، لأنه علشان تفلتر فيها بيكون فيه صعوبة شوية لأن الرقابة تكاد تكون معدومة. إزاي بتقدر توجه نصائح منكم كفريق بحثي متكامل للمتعاملين مع السوشيال ميديا، وإزاي نقدر نتغاضى ونتحاشى كل الشائعات اللي ممكن تضللنا؟ والله هو يمكن على الرغم الموضوع معقد في التوثيق، بس هو يعني الحل بسيط، البحث عن المصدر. في السوشيال ميديا انت لو لاحظت اي خبر بتشوفه او اي صورة او اي حاجة، بيبقى صعب جدا توصل لبداية الموضوع ده جه منين. نعم. في النهاية يعني الموضوع ما بيبانش حتى ليه مصدر. فبمنتهى البساطة، اي معلومة على السوشيال ميديا او على اي حاجة في الانترنت يعني بنسبة كبيرة جدا فيها شك في صحتها. نعم. فاحنا انت محتاج تعمل ايه؟ انت كإنسان او اي حد محتاج يتأكد من صحتها من خلال المصادر، يدور على المصادر اللي هو بيثق فيها، وبالذات المصادر الموثوق فيها عموما بوجه عام، لو في مجال الصحة في منظمة الصحة مثلا وغيره، ايه هو المكان اللي موثوق في المعلومات بتاعته ويدور عليه. لكن بنسبة كبيرة جدا جدا كل المعلومات اللي في الانترنت محتاجة تدقيق لصحتها. يعني احنا اي معلومة كانت بنحطها على نميسة بتعدي على 3 او 4 مواقع موثوق منها علشان نتأكد انها بتطلع، لان دي ممكن كمان الخطورة بتاعتها يعني تأثر في حياة بني آدم. فانت ما تعرفش الحاجه اللي انت بتعملها شير او بتستخدمها دي ممكن تؤثر في حياه حد تاني بشكل عامل ازاي. طب التفاعل لحد دلوقتي بقى مع المبادره اسال نميسة، ازاي قدرتوا تحققوا تارجت انتوا او خطه او هدف انتوا رسمينها لنفسكم؟ وصلتوا لحد فين؟ احنا يعني الحمد لله احنا عدينا اكتر من 50,000 شخص اتكلموا مع نميسة، عدينا عدد الرسائل وصل تقريبا ل 300,000 رساله. ده برضو ساعد، يعني رغم ان هي مبادرة يعني تعتبر جزء من المسؤولية المجتمعية، بس هي ساعدتنا كشركة برضو انها خلت الذكاء الاصطناعي بيبقى فيه جزء فيه علاقة في خوارزميات وجزء فيه علاقة بالبيانات، وكل ما حجم البيانات ده زاد كل ما بيخلي البرنامج بتاعك في الذكاء الاصطناعي احسن، فده خلى الموضوع عندنا احسن كتير، بس لان كان فيه بيانات كتير جدا، فده خلى حتى دقة الذكاء الصناعي بتاعنا زادت عن السنة اللي فاتت في حدود 8 أو 9% كدقة، وده من التفاعل الناس معاها. وإحنا كنا يعني كان التارجت بتاعنا أكتر هو إن إحنا نتعلم ونعلم الذكاء الصناعي ده أكتر عن اللهجة المصرية، وده حصل بالفعل. التارجت يمكن قدام بالنسبة لنا إن إحنا نبتدي ندخل شوية في موضوعات أكثر، خلينا نقول تعقيد، ندي خدمات اكثر، خلينا نقول لما بيكون الهدف يا باشمهندس احمد التعليم والتعلم والتعاطي والمسؤوليه الاجتماعيه في المجتمع،
دايما بتكون الاهداف ساميه، ما بنتمناش طبعا ان الاهداف دي تتغير والسيكونس بتاعها نفسه يكون طريقته دايما ما تكونش هادفه للربح الا في المرحله الثانيه. دايما اللي بيكون هدف في الاول، الهدف الاول هو خدمه المجتمع، مسؤوليه اجتماعيه ناحيه المجتمع. وعشان كده انا عايز اعرف من حضرتك عن فريق العمل الخاص بالمبادره، مبادره تسال نميسه، لانها مبادره مهمه جدا. فريق العمل احنا حضرتك عايز تعرف هم قد ايه ولا محتاج؟ هو يعني فريق العمل عندنا فيه مبرمجين، في عندنا كمان اللي بيسموا داتا ساينتست او يعني ناس متخصصه في مجال الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات، وفي عندنا التيم الخاص باليوزر اكسبيرينس والسكسس، ودول التيم اللي بيتفاعل اكتر مع المستخدمين لو حصل في اي مشكله ان هم بيساعدوهم يصلحوا المشكله دي، وبيتاكدوا ان هم الناس لما بتتكلم مع نميسه بتكون عندهم تجربتهم تجربه ممتازه. وفي فريق اللي بيسموه الكواليتي او فريق الكواليتي اشورنس بيتاكد ان كل البرامج دي ماشيه على الورلد وايد ستاندردز يعني. بس وانا معاهم. طيب بالتوفيق طبعا. انا بشكرك على وقتك الاول ووجودك معانا في تكنو نايل على شاشه نيل الاخبار، ولانه احنا مهتمين طبعا في برنامجنا بكل ما له علاقه بالذكاء الاصطناعي، وطبعا احنا مع كل الباحثين والباحثات وشباب الباحثين في مصر لانه ده المستقبل. فانا بشكرك شكرا جزيلا على وقتك وشرفتنا بجد، وشكرا على المعلومات. المهندس احمد محمود مؤسس مبادره اسال نميسه، وده كمان كان عن حوار وحديث عن ازاي نقدر نواجه كورونا ومعلومات من مصادرها رسمية. شكرا جزيلا لحضرتك باشمهندس، وخلونا احنا طبعا هنكمل، لكن في جزء اخر هنتكلم فيه عن الجانب الابوي في وسائل التواصل الاجتماعي في السوشيال ميديا على اليوتيوب. مؤخرا كان في مبادرة من اليوتيوب عن ازاي نقدر ان احنا نحمي اولادنا ونحمي النشء الصغير ونحافظ عليه من كل ما يعرض ويبث عليه من معلومات. خلونا نتابع ده بعد الفاصل. علشان دايما نقدر نحافظ على اولادنا، وعلشان نقدر دايما نتحكم في كل اللي بيعرض عليهم، ونقدر ازاي نكون عندنا اطفال اسوياء بيتمتعوا بكامل الاحترام وكامل الادب، وطبعا بنعرض كل ما له علاقه قبل ما يكون بيتعرض على اولادنا احنا بنشوفه كاسر وكاولياء امور وكمسؤولين عن اسر ومسؤوليه اجتماعيه. علشان كده خلونا نستقبل تليفون من ضيفنا المهندس عمر سامي، خبير تكنولوجيا المعلومات ومواقع التواصل، علشان طبعا يوتيوب مؤخرا توسع في دراسه في ادوات الرقابه الابويه. مساء الخير يا باشمهندس عمر، وتحياتي لحضرتك، اهلا بيك على شاشه نيل الاخبار. مساء الخير، اهلا وسهلا. اهلا بحضرتك. كنا بنتكلم عن تدوينه يوتيوب بيتكلم فيها عن انه في جانب ابوي وانه في مساعده ابويه، بيتكلم فيها عن ازاي نقدر بنستهدف قائمه الحفاظ على الافكار اللي بتبث لاولادنا والابنائنا على وسائل التواصل تحديدا وعلى اليوتيوب بشكل شخصي. عايز اسال حضرتك عن الجزء ده وازاي الميزه القادمه ان احنا نقدر نتغلب ونتحكم في كل ما له علاقه بما يعرض على اولادنا من وسائل التواصل. بص انا عايز اقول لك ان يعني المشكله دي مشكله مش في مصر بس او في الدول العربيه، انما في العالم كله. نعم. ازاي نقدر نخلي اولادنا يشاهدوا المحتوى المناسب لعمرهم، المناسب للفئه العمريه بتاعتهم. اكتر من ان هي رقابه ويشوفوا ايه، انما احنا عايزين نخليهم عندهم القدرة ان هم يختاروا المادة المناسبة ليهم، واحنا نساعدهم على ذلك. ان هم يختاروا المادة المناسبة للفئة العمرية بتاعتهم. وده الحقيقة كانت المبادرة اللي عملتها يوتيوب في انها قسمت الفترة بتاعة اطفالنا من 9 سنين ل 13 سنة، ومن 13 سنة ل 18 سنة، وما دون التسع سنوات، بحيث انها بتختار الوقت لقطات الفيديو ومقاطع الفيديو التي تناسب كل فئة من هذه الفئات العمرية. السؤال المهم هو يوتيوب هتعرف ده ازاي؟ هتعرف هتنفذ ده ازاي؟ ده بالظبط. طبعا دي بقى الجانب اللي هي مسؤولية الآباء والأمهات.
ان هم مش مجرد ان هم يتركوا الموبايل لابنائهم وخلاص، او يتركوا اللابتوب للولاد يستخدموه كانه جليسه اطفال بحيث ان هو ما يعملوش دوشه عندهم، انما هي لازم الاباء والامهات يبقى عندهم قدر من المعلومات عن الكمبيوتر وعن شبكات التواصل وعن اليوتيوب علشان يقدروا يقدموا لاولادهم المحتوى المناسب. طب انا عايز اسالك يا باشمهندس عمر بدايه عن ايه هي الادوات الرقابيه الابويه اللي هيستخدمها يوتيوب؟ بس هو يوتيوب انت عارف طبعا ان او كل اعتقد كل المشاهدين يعرفوا ان اليوتيوب واحده من شبكات التواصل الاجتماعي بتاع شركه جوجل. نعم. فجوجل عامل حاجة اسمها سوبرفايز جوجل أكاونت، حساب جوجل الخاص بالأباء والأمهات اللي يقدروا من خلاله يضيفوا أبنائهم، يبقى كل واحد من أبنائهم عنده حساب على جوجل، إنما تحت رقابة وتحت إشراف الأباء والأمهات اللي يقدروا يتحكموا يقولوا ليوتيوب لموقع يوتيوب إن هذا الحساب الخاص بابني وابني عنده 10 سنوات، فهو هاي مسموح له ان هو يشاهد المحتويات التي تناسب الفئه العمريه. فعشان كده هي مسؤوليتنا ان احنا لازم يبقى عندنا حساب جوجل الخاص بالعائله، ومن خلاله نقدر نضيف ابنائنا، يبقى كل واحد من ابنائنا ليه حساب، وهذا الحساب هيعرض لي على اليوتيوب مقاطع الفيديو التي تتناسب. طب هل بقى الاسره الاب والام هيقدروا حتى لو هم في اماكن بعيده يكونوا متصلين اتصال مباشر ويعرفوا المقاطع والمشاهد اللي ممكن اولادهم يشوفوها؟ بص هو دي حاجتين، اول حاجه ان طبعا احنا طبعا بنتكلم على عالم الموبايل والانترنت اللي هو المكان الفيزيكال يعني الحقيقي اللي موجودين فيه، ما هوش عائق ابدا ان انا اشوف ابني وهو بيستخدم الموبايل في المدرسه او عند حد من اصحابه، دي ما بقتش تشكل عائق اطلاقا. الحاجه الثانيه ان من خلال خدمه جوجل دي بيقدر الاباء يحددوا الابن ممكن يتعامل مع الانترنت في ساعات، يحدد له ساعات، ودي بيسموها السكرين تايم، قد ايه ممكن يقدر يستخدم الموبايل على الانترنت، هحدد له من الساعة 7 مساء لحد 9 مساء، غير كده ما يقدرش يستخدم الانترنت. طيب انا عايز اسال حضرتك، اتفضل. اتفضل. اقدر كمان ان انا احدد له ايه الابلكيشنز اللي ينزلها على الموبايل وايه اللي ما يقدرش ينزلها. ده جميل قوي. طيب لو فينا انا اسف، في ميزه ثالثه مهمه جدا انها ممكن تخليني اعرف مكان ابني فيه. طيب ما جوجل مابس ممكن يحدد لي برضو ازاي اقدر اعرف ابني فين. بالظبط كده، ما هي دي واحده من الخصائص في ابلكيشن مهمه انا بدعو الاباء والامهات ان هم لازم ينزلوها على الموبايل بتاعهم. اسمها فاميلي لينك. عفوا ممكن تقولها تاني يا باشمهندس؟ فاميلي لينك اللي هو رابط العائلة. فاميلي لينك. ده كويس جدا، ودي دعوة أنا شخصيا بدون مصيطة لحضرتك إنه إحنا بنقدر نتابع أولادنا في المدارس وفي حتى في الجامعات، ربما نقول إن هم كبار في السن، لكن برضو العائلة مهمة جدا الترابط فيها، والعائلة كمان مهم فيها إن هي تكون على اتصال دائم ومستمر على مدار اليوم. عايز أسألك يا باشمهندس عمر عن نصائح جديدة ممكن حضرتك تقدمها للآباء والأمهات، مش حتى في المراقبة فقط لكن في التعامل والتعاطي مع الوسائل التكنولوجية الحديثة. بس دي نقطة مهمة جدا، ان احنا اولا انا بشوف ناس كتيرة جدا بتستخدم الوقت التابلت او الموبايل كأداة لإلهاء الأطفال علشان ما يزنوش او علشان يبقوا ملخومين في التابلت او في الايباد اللي معاهم. دي حقيقة، يستخدموا الحاجات دي كأنها جليسة للأطفال. ودي عملية في غاية الخطورة، لأن مش كويس أبدا إن الطفل يقعد يبص على شاشة التابلت أو شاشة الموبايل 4-5 ساعات متواصلة، أو أنا ما أعرفش هو بيتفرج على إيه ولا بيعرض إيه ولا إيه ولا بيتصل بمين ولا. فدي نقطة خطيرة جدا لازم ننتبه لها. الحاجة الثانية إن أنا لازم أعرف ابني بيعمل إيه على الإنترنت. الحاجة الأخطر لو ابني ليه حساب على شبكات التواصل على الفيسبوك أو على يوتيوب أو بيتصل بناس آخرين غرباء، لازم إن أنا أعرف هو بيقول لهم إيه، ولازم إن أنا أوعي الأطفال وهو شغال على الإنترنت
يعمل ايه المعلومات اللي مسموح ان هو يقولها وايه المعلومات اللي مش مسموح ان هو يقولها. نعم. ما يقولش لحد غريب على اسمه الحقيقي او عنوانه. نعم. او بيانات عن والده او والدته، كل الحاجات دي لازم ان احنا نوعي اولادنا ليهم بحيث ان هم يقدروا ياخدوا القرار المناسب حتى من غير رقابه. أنا بشكرك شكرا جزيلا ضيفنا الكريم المهندس عمر سامي خبير تكنولوجيا المعلومات ومواقع التواصل الاجتماعي، شكرا جزيلا لحضرتك وعلى هذه المعلومات المهمة. احنا طبعا مستمرين معاكم، وكل دي نصائح غالية وكل دي نصائح للأباء وللأمهات علشان نقدر نطمن على أولادنا وعلشان نقدر نحافظ على ما يبث وما يشاهدونه من سواء بقى في وسائل التواصل الاجتماعي أو في غيره. خلونا نكمل، لكن بعد الفاصل هيكون معنا ضيف كريم مبتكر من شباب المبتكرين وباحث من الباحثين المصريين، هنتكلم عن ابتكار جديد وفلتر جديد وصناعة جديدة بتساعد عن ازاي نقدر نتغلب على كل ما يستجد من فيروس كورونا. لكن هنسيبكم دلوقتي مع فاصل معلوماتي على ازاي نقدر يكون في نسخة من الاندرويد احتياطية وبتم نسخها تلقائيا على الهاتف بعد الفاصل. رجعنا لحضراتكم مرة تانية، وزي ما كلنا عارفين وتعلمنا في العلوم العلمية، الفرق العمل البحثية دايما بتشتغل وبتكون دايما بتعمل في وحدة واحدة، لأنه لو الواحد قدر يشتغل لوحده أعتقد في البحث العلمي بيكون بعيد كل البعد عن أنه يحقق نتائج ملموسة تفيد البشرية. دايما كل الأبحاث الكبيرة اللي شفناها على مستوى العالم واللي حازت على جوائز عالمية سواء بقى في نوبل سواء في الجوائز العالمية الأخرى، كلها دايما كنا بنشوف فيه فريق بحثي متكامل، فريق كله بيكمل بعضه، ما يقدرش حد فيه يشتغل فيه بشكل منفرد. وده اللي بنتكلم فيه عن البحث العلمي المصري، انه دايما في عندنا شباب من شباب العلماء ومن يعني نقدر نقول كده شباب الباحثين اللي قدروا انهم يتوصلوا على مدار الفتره اللي فاتت لابحاث كتيره ليها علاقه بالمساعده الحياتيه لكل ما نعيشه او في بشكل اكثر تحديدا عن وباء فيروس كورونا. شباب من مصر قدروا يوصلوا لفلتر حيوي بيلحق بالكمامات، وده بيقدر ينقي جزء كبير من الفلتر ويقدر يساعد على انه نحافظ على الفرق الطبيه، نحافظ على اولادنا، نحافظ على شباب الاطباء، نحافظ على كل افراد وكل فرد في المجتمع من خلال الابتكار العلمي والبحث العلمي، واللي الدوله طبعا بتوليه اهتمام كبير جدا وغير مسبوق في الفتره الاخيره. وده شفناه من خلال البروتوكولات التعاون اللي تمت ما بين وزاره البحث العلمي، بين اكاديميه البحث العلمي، ما بين معاهد البحوث المصريه، معهد البحوث الزراعيه، معهد بحوث البيئه، معهد علوم البحار، كل ما له علاقه بالبحث العلمي في الفتره الاخيره قدرنا نشوف ده. عشان كده انا بيسعدني ان يكون معايا دلوقتي الدكتور اسلام سلامة من معهد بحوث البيئة والمواد الطبيعية بمدينة الأبحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية. دكتور اسلام انا برحب بيك واهلا بيك على شاشة الاخبار. اهلا بحضرتك استاذ مصطفى، سعيد ان انا مع حضرتك. احنا اكتر سعداء جدا بوجود حضرتك والقامات اللي من شباب الباحثين. لو بنتكلم في البداية، فكرة ابتكار فلتر حيوي في وقت حرج جدا جدا العالم كله بيمر بأزمة فيه، ازاي الفكرة قدرت يعني
تشوفوا النور معاكم وازاي قدرتوا توصلوا لنتيجه ملموسه على الارض في الوقت الحالي اللي بنتكلم فيه دلوقتي؟ هو زي ما حضرتك عارف طبعا جائحه كورونا اظلت علينا بواقع جديد على المستوى العالمي. احنا بنتكلم دلوقتي في اكثر من 115 مليون حاله اصابه على المستوى العالمي، اكثر من 2.5 مليون حاله وفاه، وبالتالي في تطوير في كل المجالات الخاصه بكورونا. لو بنتكلم على الصعيد اللقاحات والعقاقير اللي موجوده للفيروس، على الجانب الاخر في تطوير وبحث مستمر في مجال تطوير الكمامات، لانها بتعتبر اهم ان لم تكن اهم سبب في الحد من انتشار الفيروس. وسيله من وسائل الحفاظ. طبعا وسيله من وسائل الحفاظ او الوقايه من الفيروس. ومن هنا تم التفكير ان احنا ازاي نقدر نعمل فلتر حيوي يمكن تثبيته على الكمامات المختلفه، يكون امن، صديق للبيئه، فعال، اقتصادي، لان ده طبعا هيفرق معنا جدا في تسويقه للمتلقي. طيب لو عايز اتكلم عن تمويل بقى الافكار حتى تخرج للنور، بيتم التمويل منين؟ طبعا الدولة بتولي اهتمام كبير لتمويل الأبحاث المتميزة في مجال، خاصة في مجال كورونا أو في مجال البحث العلمي عموما. عندنا كذا هيئة لتمويل الأبحاث في مصر، عندنا أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا اللي احنا أخذنا منها التمويل بتاعنا الخاص بالمشروع، وهيئة العلوم والتكنولوجيا أيضا للSTDF. احنا عندنا في بالنسبة للمشروع بتاعنا كان بتمويل من أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، برنامج طبق فكرتك، كان نداء عاجل خاص بكورونا. انا عايز اقول لحضرتك ان احنا اتقدمتوا ازاي لوزارة البحث العلمي بالفكرة بتطبيقاتها بتمويلها؟ وحضرتك ده بتكون نداءات بتنزل بشكل مستمر. طبعا في جائحة كورونا كان في نداء عاجل نزل عشان الناس تقدم اللي عنده أفكار جديدة، سواء لحلول لفيروس كورونا أو لكمامات جديدة أو مواد ممكن تساعد في التغلب على هذه الجائحة الكبيرة. طب أنا عايز أسألك يا دكتور إسلام، لأن في أحيانا كلام هو ليس له أساس من الصحة، لكن إحنا بنبقى مضطرين إن إحنا نرد عليه. في ناس كتير بتقول أو مجموعة من الناس تقول إن الكمامة لهاش أهمية، نرد عليهم نقول لهم إيه؟ لأنه يقول لك أنا ثاني أكسيد الكربون أنا المفروض يتم استخراجه، أنا بعيد استنشاقه مرة تانية. لا 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 طبعا، الكمامات شيء أساسي حيوي بناء على الدراسات العالمية في كل المنشورة في أعرق المجلات وأعلاها في المستوى العالمي. كل الدراسات وكل الإحصائيات بتقول لا، الكمامة لازم الكمامة بشكل مستمر، خاصة في الأماكن المهولة بالأعداد ووسائل المواصلات والاحتكاك المباشر. طبعا مع التباعد الاجتماعي، التباعد الاجتماعي ده هو الأساس، فده طبعا مهم جدا. ما فيش دايما في حاجة في البحث العلمي إلا ما يكون فيها فريق. لما بيكون في فريق دايما وفيه روح الجماعة وروح الأفكار الإبداعية والأفكار الخلاقة دايما ننجح، لكن عمرنا ما شفنا بحث علمي منفرد أو بيحقق نجاح. كلمنا عن فريقك البحثي. أكيد طبعا، أكيد طبعا، إحنا في فريق بحثي بقيادة الدكتور حسن شكري ودكتورة مروة القاضي ودكتورة سارة حسين من الجامعة اليابانية ودكتور ضياء أبو الفتوح وأنا من الهيئة العامة لمدينة الأبحاث العلمية وتطبيقات التكنولوجية، ومعنا كمان دكتورة علا السيد من هيئة الطاقة الذرية. التعاون بين الهيئات المختلفة ده طبعا وتخصصات مختلفة، معنا ناس علوم مواد، ناس مهتمة بتحضير المواد، وناس مهتمة بتوصيفها، ناس مهتمة بالتطبيق على المستوى اللي احنا محتاجينه، مستويات مختلفة. فده طبعا حاجة مهمة، محدش بيشتغل في حضرتك ذكرت دلوقتي مع بحوث البيئة، وذكرت كمان مدينة الأبحاث العلمية، وذكرت بعض الجامعات المصرية، الجامعة اليابانية والهيئة العامة للطاقة الذرية. إزاي أقدر أخلق وأبدع وأطلع منتج واثنين وثلاثة وعشرة يفيدوا مش مصر فقط، لأ البشرية كلها؟ طبعا ده شيء مهم جدا، التعاون في المجال البحثي من خلال الإمكانيات المتاحة عند كل جامعة أو مركز بحثي. ده بيوفر لنا حاجات جديدة ان احنا نقدر ندعم بيها فكرة البحث بتاعنا، وكمان نطلع بمنتج يرى النور ويكون ليه فايدة كبيرة سواء على المستوى المحلي أو على الصعيد العالمي. طب دكتور إسلام، عايز أتكلم مع حضرتك وأتعرف على مراحل تنفيذ الفلتر الحيوي بقى وانعكاسه عليا كمتلقي للخدمة دي.
تمام. احنا الفلتر الحيوي باختصار شديد هو جزئين اساسيين. الجزء الاساسي او الرئيسي من الفلتر وده مصنوع من مادة بوليمارية خاملة وبالتالي هي بتجابه الانواع المختلفة من المطهرات والمواد الصابونية. الجزء الثاني هو مكون من ثلاث مكونات. ايه بقى هم المكون الاول الكربون النشط وده استخلصناه من نبات ورد النيل من البيئة المصرية وطبعا ما أغنى البيئة المصرية كتير, على فكرة. كتير جدا وطبعا للأسف هو بيعمل لنا مشكلة كبيرة في المجاري المائية انسداد المجاري المائية لا هو كمان بيستهلك بيعمل جزء كميات كبير من المياه وبتتبخر في النهاية كميات مهولة من المياه وبالتالي أنا كده لو عممت الفكرة دي أنا قدرت أجابه مشكلة بيئية كبيرة موجودة وخاصة أن إحنا مش هنقول دلوقتي أن إحنا في حاجة لواحد متر مكعب كل, إحنا متر كل قطرة مياه إحنا في حاجة ليها في ظل الظروف اللي مصر بتعيش حاجة ده تانية واحد من المكونات ده واحد من المكونات تمام. المكون الثاني المكون الأولاني ده إحنا استخلصناه من نبات ورد النيل. المكون الثاني إحنا استخدمنا مستخلص من نبات ورد النيل في اختزال الأملاح الزنك لتحضير أكسيد الزنك النانومتري تمام. المكون الثالث استخلصناه برضو من قش الرز من المخلفات الزراعية. ازاي ده يهمني اكتر لانه دايما احنا عندنا السحابة السوداء بنشوفها في موسم الحصاد لانه معظم اهلنا او كتير من اهلنا بيحرقوا القش الرز ده وده اللي بيسبب سحابة سوداء ودايما الدولة بتتكلم عن الموضوع ده ازاي نقدر نجابه ازاي نقدر نحافظ على البيئة وازاي نقدر نعيد استخدام قش الأرز ده في صناعات وفي أعلاف وفي إلخ يعني. تمام. هو ده مشكلة بيئية كبيرة بتسبب مشكلة بيئية كبيرة عندنا احنا في قش الرز مثلا او المكونات. احنا طبعا عارفين ان مصر بتنتج اكبر من 40 مليون طن من المخلفات الزراعية سنويا. 40 مليون طن دول يحتوى على اكثر من 70% نسبة مواد كربوهيدرات وبالتالي هي مواد مفيدة جدا لو تم استخلاصها والعمل عليها. ازاي هنحول حاجة بتعمل لنا مشكلة بيئية كبيرة. طب خلينا اخد مزايا الفلتر وانعكاسه ودوره لكن خلينا استقبل تليفون من الدكتور حسن شكري الاستاذ بقسم الهندسة البيئية بكلية الهندسة هندسة الطاقة في احدى الجامعات المصرية. دكتور حسن مساء الخير واهلا بحضرتك على شاشة النيل الاخبار. مساء الخير استاذ مصطفى اهلا وسهلا بحضرتك وضيفك العزيز دكتور اسلام صديقي الجميل. دكتور حسن كنا بنتكلم عن ابتكارات مصرية وعن شباب مصر الجدعان والحلوين قوي اللي احنا بننتظر منهم كتير جدا يقدموا للبحث العلمي وان البحث العلمي دايما ما بينجحش غير لما يكون في فريق كامل ومتكامل. لو بكلم حضرتك بقى عن اختراع الفلتر نفسه ده وعن مساهمته وعن العناصر اللي داخله فيه لسه الدكتور اسلام كان بيحكي لي بيقول لي ان في عناصر كتير من ضمنها مستخلصات من ورد النيل وده انا لو رجعت بالذاكره اقدر اتكلم فيه كتير لكن عايز اسال حضرتك مباشره عن مثل هذه الاختراعات مساهمتها في القضاء على الفيروسات والاوبئه اللي ممكن تواجه اي شعوب في العالم. كان الهدف الرئيسي بتاعنا طبعا عشان نقدر نفيد في ظروف جائحة كورونا ازاي نفيد البلد وازاي نفيد الدولة في نداء عاجل اتوجه لجميع المؤسسات البحثية وجميع الجامعات ازاي نحول المواد التي لا يمكن استخدامها المواد اللي بنعتبرها مهملات نحولها لمواد صديقة للبيئة مواد ممكن استعمالها وممكن استخدامها في نداء زي نداء الحيوي العاجل اللي كان وجه من الدولة. استخدمنا مواد المتاحة في إيدينا زي ورد النيل وحولناه من مادة غير صالحة أو مادة ضارة بالبيئة لمادة يمكن استخدامها بصورة مثلى في إنتاج مثل هذه الكمامات وتكون داخلة وعامل فعال وعامل رئيسي في صناعة زي صناعة الكمامات اللي تستخدم في الماسكات أو الكمامات الحيوية لاستخدامها للأطقم الطبية لاستخدامها حتى الإنسان العادي ممكن يستخدمها. دكتور حسن قبل وقتنا ما يخلص كنت حاب أسألك عن قدرة الفلتر المبتكر عن القضاء على الفيروسات والميكروبات. الحمد لله احنا وصلنا القدرة أو كفاءة عدلة 92% لفيروسات مشابهة جدا للفيروس كوفيد 19
زي فيروس الانفلونزا او فيروس الهيربس، ودي نفس الاستراكشر ونفس التركيب الخاص بفيروس كوفيد 19، وكانت كفاءه ما كناش متخيلينها بصراحه. نعم. الحمد لله وصلنا لها في زمن قياسي في اقل من 6 شهور، بما فيها تحضير مواد وتوصيفها وعمل الاختبارات اللازمه ليها الحيويه. نعم. على كل احوال انا بشكرك شكرا جزيلا ضيفنا الكريم الدكتور حسن شكري، استاذ بقسم الهندسه البيئيه بكليه الهندسه الطاقه في احدى الجامعات المصريه. شكرا جزيلا، وكل تمنياتنا لكل الفرق البحثيه في مصر وكل شباب الباحثين ان هم يحققوا طفرات كبيره ويحققوا طفرات تفيد الشعب المصري، تفيد البشريه جميعا، لانه دي رساله مصر دايما، رساله الدوله المصريه والامه المصريه على مدار تاريخها انها دايما بتفيد المجتمعات الاخرى، وانها دايما مؤثره في محيطها العربي والاقليمي والدولي. خلينا ارجع لك تاني يا دكتور اسلام واتكلم حضرتك عن لو تسجيل براءه الاختراع في هذا المضمار وفي هذا الموضوع بالتحديد بتساهم وبتساعد. الاول بس اسالك، احنا سجلنا الفلتر ده كبراءه اختراع مصريه؟ تمام. احنا بالفعل سجلنا، تقدمنا باوراق براءة الاختراع لمكتب براءات الاختراع بأكاديمية البحث العلمي الشهر اللي فات، تحت عنوان تصنيع أغشية مبتكرة صديقة للبيئة اقتصادية للاستخدام في كمامات التنفس. كان رقم 237 لسنة 2021، وجاري إن شاء الله اعتماده من قبل الأكاديمية في خطواته القادمة بإذن الله. طيب لو في افكار بقى تانية عندكم بتقدروا تسجلوها وتشتغلتوا عليها، ولا لسه ما فيش افكار؟ لا الحمد لله الافكار كتير، يعني احنا ما شاء الله عندنا الكثير من الافكار، سواء في كلها بتنصب في تحضير مواد صديقه للبيئه. المواد الصديقه للبيئه كمان ميزتها ان هي بتكون متحلله بيئيا، يعني انا مش يعني بعد ما احضر الماده واستخدمها هتحلل بيئيا. عندنا مواد كتيره حضرناها، مواد نانومتريه، المواد النانومتريه دي متناهيه الصغر وبالتالي مساحه سطحها عاليه، بتديني تطبيقات كتيره بتكون مستخدمه في تطبيقات كثيره. استخدمنا المواد النانومتريه دي في معالجه الميه، في قتل البكتيريا الضاره سواء البشريه او اللي بتصيب النباتات او في مختلف المجالات المختلفه، او مجسات للغازات. احنا كده حلقتنا خلصت وحوارنا خلص، بس خليني اسالك اخيرا، يعني هل لديك اي احلام ورؤى واقوال اخرى في قول اخر؟ نتمنى ان شاء الله نشوف مصرنا الحبيبه في احسن صوره وفي ابهى شكل، ودايما متطورين ومتقدمين على المستوى المحلي، وان شاء الله دايما مسمعين عالميا. انا بشكرك شكرا جزيلا، شرفتني النهارده دكتور اسلام سلامه، معهد بحوث البيئه والمواد الطبيعيه بنيه الابحاث العلميه والتطبيقات التكنولوجيه. شكرا وشرفتني بجد، وكل التحيه ليك ولفريق البحثي مع حضرتك في الجامعه. شكرا جزيلا. بكده مشاهدينا الكرام بنكون وصلنا مع حضراتكم لنهايه حلقتنا النهارده من تكنو نايل. الاسبوع القادم ان شاء الله تكون حلقه جديده بموضوعات جديده متنوعه مختلفه دايما بتفيد البشريه وبتفيد الامه المصريه. حتى هذا الحين دمتم في امان الله، الى اللقاء.